إخواني، إن التعليم وسيلة أساسية تحقق بها بعد توفيق الله طلعات أمتنا الإسلامية نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري بالمعارف والعلوم النافعة. والشباب هم أمل الأمة وعدة المستقبل، والجامعات بالعالم الإسلامي مسؤولية عظيمة تجاه رعايتهم وتأهيلهم. تطوير المعارف والمعلومات لا يتم إلا بالقراءة والتعليم الذي ينهض بالأمة. ومهما اختلفت أشكال التعليم التي تصنع أجيالاً متعلمين يخدمون المجتمع وينهضون بالبلاد التي نعيش فيها. ولأن التعليم الجامعي يعتبر رافداً للمجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة، حرصنا في دار العلوم على توفير كل الإمكانيات الحديثة والتقنية واستقطاب الكفاءات العالية. حرصت جامعة دار العلوم على اختيار التخصصات الملائمة لمتطلبات سوق العمل، كما سعت الجامعة لإكساب طلابها المهارات اللازمة للتواصل، إضافة إلى تميزهم في مجال تخصصهم العلمي، وذلك عن طريق استقطاب نخبة مميزة من أعضاء التدريس وتوفير المعامل والأجهزة العلمية اللازمة. The CADS community, staff and student are amazingly progressing in achieving the worldwide standard of education. كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي على مساحة 8000 متر مربع تحتوي على العديد من الخدمات والمرافق التي تغطي كافة احتياجات العلمية والعملية كطالب. يتوزع في أرجاء الكلية 24 استوديو هندسي مقسمة بين قسم الطلاب وقسم الطالبات، وتشمل الكلية على معامل الصوتيات والتصوير الفوتوغرافي ومواد البناء، وفيها أيضا ورشة مجسمات ومعرض دائم يحيط بكل ما يمكنه من إبراز الدور الذي يخدم العمل التعليمي والأكاديمي. وفق متطلبات ومعايير الجودة في أرقى كليات العالم، تقوم كلية طب الأسنان بجامعة دار العلوم على نظام إدارة عيادات رقمي متكامل. هذا النظام ينظم العملية الإكلينيكية لتكون بيئة التعلم مطابقة لبيئة العمل. كلية طب الأسنان تحتوي على 200 عيادة، ما بين عيادات مخصصة للأطفال وعيادات لكبار الشخصيات، توزع على مساحة 14000 متر وبارتفاع 5 أدوار، ومعمل إنتاج مخصص لخدمة العيادات فيما يعمل بطاقة كاملة خلال ذلك قسم الأشعة وعلى مستوى الخدمات المساندة. يحتوي المبنى على مركز تعقيم مركزي مجهز بأحدث أجهزة التعقيم، كذلك تكييف مركز معقم، فيما يعتمد المبنى على نظام مياه محلى بالكامل. كلية الحقوق بجامعة دار العلوم هي أول كلية بالمملكة بمسمى كلية الحقوق، وقد حصلت بفضل من الله على برنامج الاعتماد الفرنسي لمرحلة البكالوريوس، وهي أيضا أول كلية حقوق تحصل على برنامج الاعتماد الفرنسي لمرحلة الماجستير. ولأن التعليم الجامعي وسيلة للابتكار والإبداع، فالجامعة حريصة على توفير الوسائل التي من شأنها تعزيز الرسالة التعليمية.
كلية إدارة الأعمال في جامعة دار العلوم هي أكبر كلية خاصة في مدينة الرياض في مجال إدارة الأعمال، تسعى لتأمين احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات العلمية المؤهلة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل. تحتوي كلية إدارة الأعمال على تخصصات مهمة تتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. كلية الطب البشري في جامعة دار العلوم تستقطب الكفاءات العلمية في جميع التخصصات وتوفر البيئة التدريبية الراقية للطلاب والطالبات. الخطة الدراسية بكلية الطب البشري في جامعة دار العلوم تم إعدادها بشكل متقن لكي تربط بين الواقع والنظرية. مع دراستنا في المعامل والقاعات الدراسية، الجامعة وفرت معامل المهارات مشابهة للمستشفى مثل جهاز هارفي الذي يحاكي المستشفيات، يتم تفعيلها بالسنوات الأولى من دراستنا بحيث نحاكي ما سنقوم بتطبيقه بالسنوات الإكلينيكية. هنا في معامل المهارات نطبق نظام Problem Based Learning بحيث نتعرف على الكثير من الحالات الطبية المعقدة بالممارسة. الكليات الصحية بجامعة دار العلوم نقلة نوعية برؤية طموحة تنشد العالمية، وذلك على مستوى التعليم والتدريب والتجهيزات والكوادر أيضاً تفاعل أبنائها من الخريجين ومن الطلبة فيما يخدم هذا الوطن. الوطن ينتظركم جميعاً، الوطن لكم. ولأنك قلت يا سيدي الوطن ينتظرنا، فسنكمل مسيرتنا ونسخر كل جهودنا لنكون وطنا للتعلم ووطنا للوطن.